استثمر فلوسك بالدولار وهتكسب ذهب، ده بقى شعار معظم البنوك دلوقتي، وده لانهم بدأوا في طرح اوعيات داخلية بالدولار زي شهادات بنك مصر والبنك الاهلي الجديدة. لكن يا ترى ايه الشهادات دي وايه شروطها وايه حكاية قروض المصريين اللي في الخارج؟ كل الاسئلة دي واكتر هجاوبها عليكم انا لارا مدحت، تابعنا في الفيديو ده. الايام الاخيرة البنك المركزي المصري قرر انه يرفع سعر الفايدة بنسبة 1%، وده حصل بعد 4 شهور من تثبيتها، وده خلى ناس كتير تتوقع انه يحصل خفض جديد للجنيه الفترة الجاية. علشان كده قرروا انهم يستثمروا فلوسهم في الدولارات والذهب، بس بنك مصر والبنك الاهلي دايما سابقين بخطوة، وعلشان كده اعلنوا عن طرح شهادات دولارية جديدة. بس يا ترى ايه تفاصيل الشهادات دي؟ شوف يا سيدي، حسب اليوم السابع البنك الاهلي كان اعلن من ايام كده عن اصدار شهادتين ادخار جديدة بالدولار لمدة 3 سنين، وطبعا الشهادات دي هتحقق اللي كانوا بيتمنوا كتير من الناس في استثمار مدخراتهم من العملة الصعبة في وعاء ادخاري كويس، وكمان هيجيب ليهم عائد كبير من غير مخاطرة وهم قاعدين في البيت كمان. ودلوقتي البنك الاهلي طرح شهادة الاهلي بلس، ودي مدتها 3 سنين وبعائد سنوي 7%، وبتتصرف بالدولار بعد 3 شهور. ومن مميزات الشهادة دي انك ممكن كمان تقترض بضمانها لحد 50% من قيمتها بالجنيه المصري، بس بحد اقصى 10 مليون جنيه، وبسعر عائد 2.25%، اقل من سعر اقراض البنك المركزي. مش بس كده، ده كمان طرح شهادة الاهلي فورا، ودي برضو مدتها 3 سنين بعائد 9%. بس الميزة في الشهادة دي بقى ان العائد بتاعها بيتصرف مقدما بالجنيه المصري، وبتاخد 27% من قيمة الشهادة عن اجمالي المدة. لكن للأسف انت ما تقدرش تقترض بضمانها، وده عكس شهادة الاهلي بلس. الشهادات دي يا سيدي انت تقدر تشتريها بداية من 1000 دولار امريكي، والعائد بتاعها بيتحسب من تاني يوم شراء. انت كمان تقدر تسترد الشهادات دي لو عايز، بس بعد 6 شهور من شرائها، وده وفقا لجدول الاسترداد. بس ازاي تشتري الشهادات دي؟ انا اقول لك يا سيدي، حسب البنك الاهلي انت تقدر تشتري الشهاده دي من اي فرع للبنك، او عن طريق الاهلي نت او الاهلي موبايل، او من خلال الموقع الالكتروني الرسمي باستخدام بطاقات الائتمان الغير صادره من مصر. اما بالنسبه لشهادات بنك مصر فهي برضو بنفس العائد ومميزات البنك الاهلي، لكن باختلاف المسميات يعني. بس الاهلي بلس في بنك مصر اسمها الف، اما الاهلي فورا فهي في بنك مصر اسمها شهادة القمة. مش بس كده، دول اعلنوا كمان عن طرح كارد شخصي جديد للمصريين في الخارج بضمان المرتب. بس ايه تفاصيل الكارد دي؟ بص يا سيدي، حسب موقع مصراوي ان قيمة الكارد دي بتبدأ من 50,000 جنيه لحد 3 مليون جنيه، والقسط الشهري للكارد بيتم سداده بالعملة الصعبة، وده بقى اللي بيميزه عن باقي القروض في مصر. اما مدة سداد الكارد فبتكون 4 سنين، ونسبة الفايدة بتاعته اقل من 2.25%، ودي اقل من فايدة البنك المركزي وقت الحصول عليه. على فكرة الكارد ده من غير اي مصاريف ادارية، وكمان بتاخده تأمين على الحياة مجانا. ودلوقتي قلنا ايه رأيك في شهادات بنك مصر الجديدة؟